صباح الخير للمتتبعين ديالنا كاملين، نتمنى كل شيء يكون بخير. جمعة مباركة وعواشر مبروكة، تقبل الله منا ومنكم أجر الصيام إن شاء الله. دابا غادي نصوب حلوة ديال العيد، غنصوب اليوم واحد الحلوة اقتصادية ديال ريشبونة، كتجي سهلة وإن شاء الله الطريقة اللي كندير وغنشاركها معاكم كتجي رطبة. غنحتاجو فيها ربع ديال الزبدة، مارغرين، واحد ربع ديال السنيدة، وقبيسة الملحة كنخدموهم هما الاولين، عاد كنضيفهم معاهم ثلاثة البيضات وكاس ديال الزيت، وطبعا دقيق على حسب الخليط، خميرة واحدة وفانيا واحدة وشوية الكوك. انا الكوك اختياري، اللي بغا يديرو يديرو، اللي ما بغاش بلاش. انا كنديرو شوية وسط العجينة وعاد كنعاوتاني كنفند به. بقاو معنا دابا غنمشي نخدم الزبده مع السكر مزيان. ليسونسييل هو ان الزبده مع السكر خاصها تخدم مزيان تتولي على شكل كريمي. عاد داك الساعه نكمل. بالنسبه بعد ما خدمنا الزبده مزيان نديرو لها بحال هكا نحطها باش مابقاش فيها الحبيبات. دابا نضيف عليها كاسات البيضات. دابا نضفنا كاسات البيضات، ديما خدمو مزيان باش كاع العناصر يتجانسو. عاد ديك الساعة تاني نضيف كاس ديال الزيت. هانتوما بغيتينو حسن خلطو في شي قصريه باش تحكمو في الخليط. انا بحال كنبقى نتاكد انه ما بقى حتى شي حبيبه، حتى الا حسيت بشي حبيبه كنزيد نذوبها. صافي، هنايا غنضيف كاس ديال الزيت. غنكمل عاوتاني التخليط. البنات هنا غندير ساشي ديال الفاني، غندير شويه ديال الكوك. صافي دابا غنجمعها بالدقيق. البنات هي العجينه ديالي صافي جمعات، ضفت اخر حاجه خميره ديال الحلوى. صافي ما ديروش الدقيق بزاف باش ما تجيكمش قاصحه. غنمشي نوجد الطاوات ديالي باش نبدا نكورها. صافي بحال هاد الشكل هذا. شوف تقويش الدقيق بزاف، شوف اللي ورطبه قد ما كنطبلو قد ما مزيان. دهنا البنات الطاوه ديالنا بشويه الزيت وبدينا كنكورو. شوف كديروا الحجم ديالهم بحال هكا صغير. صافي غندخلهم الفران نشعلو عليهم التحت على درجة 180 ونبقاو رادين معاهم البن، مخليهمش يتحمرو بزاف يقصاح. هداك الساعة تخرج الطاوة الأولى ونصورها ليكم. أنا هنا البنات درت الطاوة الأولى طيب، كي قلت لكم شعلت عليها التحت على درجة 180 مباشرة. من بعد ما كنديرها طيب كندير واحد الكاسرونة كنغلي فيها الكوفيتير، كنديرو يسخن. الكوفيتير يكون هداك السائل ديال الحلوى، وكندير معاه شويه ما زهر، تقريبا دوك ثلاثه المعالق هكا كبار. صافي وكنخليه باش مباشره من بعد ما تخرج الحلوه نلوحوها في الكوفيتير. هانتوما البنات مباشره من بعد ما خرجوا كنهزهم هما سخان كنلوحهم في العسل باش يشربوا. شو ما تخليهمش يتحمروا بزاف، غير شويه يشتغل باللون ذهبي ونجبدوه. وحده انا الصينيه فيها الكوك باش نفندوه فيها، دابا نخليوها شويه نغطسوها بان ما يشرب، عاد ديك الساعه نبداو نهزوه. بنات ها هي الحلوه ديالنا كملناها، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تنساوش ابونا وديروا لينا جيم باش نبقى معكم ان شاء الله ديما في الجديد. سلامه حتى الفيديو جديد.